تأمين المناخ الملائم لموضوع المستثمرين واستقطاب المستثمرين واستقطاب كذلك رؤوس الأموال مهم جدا من مختلف أنحاء العالم. وأعتقد هذا جزء لا يتجزأ من خطة دبي الحديثة فيما يتعلق في موضوع تطوير المناخ الاستثماري. وأعتقد طبعا كونه اليوم في شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أعتقد هذا يستهدف بالدرجة الأولى أولا النظرة العامة للاقتصاد في الدولة، النظرة العامة لموضوع الاستثمار. وأكيد اليوم إحنا عم نشوف أزمة التحفيز اللي هي متتالية في دولة الإمارات بشكل عام، واللي هي تصب دائما في مصلحة إنه تأمين المناخ الاستثماري الملائم وسبل العيش والرفاهية اللي دائما تعودنا عليها ونشوفها في الإمارات بشكل عام. وبالتالي هذا أعتقد جزء يتجزأ من المنظومة الكاملة. الانعكاس سيكون واضح على القطاع الخاص، والقطاع الخاص أكيد كونه هناك شراكة بينه وبين الحكومة سيكون مستفيد بالدرجة الأولى من هذه المشاريع. طبعا مشاريع على مدة فترة طويلة ستكون، وبالتالي سيبقى عامل محرك لقطاع الاستثمار للقطاع الخاص أقصد، وبالتالي هذا كله سيؤول بالنفع على جميع القطاعات. صحيح. وليد، دعنا نتحدث عن السوق، نقف على باب نتائج الربع الثالث خلال هذا العام. ما التوقعات برأيك للشركات القيادية بالتحديد، وهل قد نشهد مزيد من النمو بالنسبة للقطاع المصرفي؟ يعني أعتقد النتائج ستكون أعتقد بالاتجاه الإيجابي، هي ستكون بلا شك أفضل مما كنا عليه بالعام 2020 نتيجة تداعيات أزمة كورونا وأثرها المباشرة على الشركات. أعتقد النتائج الحالية ستكون فيها نسبة نمو أفضل بكثير مما كنا عليه 2020، وستكون كذلك أفضل من نتائج الربع الأول، لأنه عودة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي بشكل كامل سيكون تأثير على أداء الشركات والأسواق بشكل عام. القطاع المصرفي بلا شك اليوم أعتقد مع تحسن قيم الأصول الموجودة لدى البنوك واللي هي ضامن القروض بشكل عام سيكون له تأثير إيجابي، قد نشهد انخفاض معدل المخصصات، وكذلك حتى موضوع ثبات موضوع هامش الربحية للبنوك سيكون له تأثير. ولا ننسى أن البنوك عندها تخفيف السيولة وبالتالي ملاءة مالية قوية، اليوم هي بحاجة لموضوع توظيف هذه السيولة في ضمن أطر أعتقد قانونية، قد يكون بعض الشروط الجديدة نتيجة أزمة تداعياتها، ولكن هي قد تكون حقبة جديدة للقطاع المصرفي بالدرجة الأولى. مع وجود كذلك الحدث الأبرز سيكون تأثير كذلك الموضوع القطاعات العقارية. سأتحدث عن القطاع العقاري وليد، تقارير تتحدث عن تحسن في أسعار العقارات في دبي، كيف سينعكس ذلك على الشهية الاستثمارية في هذا القطاع والاستثمار فيه؟ طبعا لا ننسى نحن الإمارة أو الإمارات بشكل عام عانت في الفترة الماضية من زيادة المعروض العقاري مقابل الطلبات، لذلك ارتأت حكومة دبي لموضوع تأجيل أو إيقاف أي مشاريع جديدة، بالعكس فقط استكمال مشاريع قيد الإنشاء، مشاريع اللي تم الموافقة عليها، وذلك بالهدف الأساسي كان هو تخفيض الفجوة أو تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ولكن هذا واضح أنه أصبح لهم نتائج إيجابية. صرنا نشوف في نوع من الطلبات مميز خلال الفترة الحالية، أثر على تقليص الفجوة اللي حكينا عنها، وكذلك أثر على زيادة الأسعار بالنسبة للقطاع العقاري، وصرنا نشوف على التقرير عن ارتفاع من الأسعار في القطاع العقاري، وبالتالي هذا سينعكس كذلك على موضوع القيمة الإيجارية نتيجة الطلب المتزايد خلال الفترة الحالية، وبالتالي نعود إلى فترة استقرار، منها يتم كذلك إحياء مرة أخرى إنشاء مشاريع جديدة لها دور في إثراء القطاع العقاري كمعهد الاستثمار. وليد، ايضا تابعنا ارتفاعات قياسيه في العديد من اسواق المنطقه سواء السعودي، ايضا سوق ابو ظبي المالي والبحريني، ما الاسباب التي كانت جاذبه في الاسواق ككل يعني خلال المنطقه خلال الفتره الماضيه؟ لو نظرنا على الاسواق بشكل عام، في عامل النفط هو عامل مهم جدا، لانه كل الاسواق اللي ذكرتيها هي اسواق نفطيه بالدرجه الاولى، وارتفاع سعر النفط الفتره الماضيه بعد ما شفنا تداعيات ازمه كورونا وتداعياتها على اسعار النفط انخفاضه بشكل حاد جدا، ثم اصبح هناك في ارتفاع مضطرب بالنسبه لاسعار النفط، اليوم وصلنا الى مستويات مرتفعه جدا. هذا الحداد كان داعم رئيسي في ازدياد فوائد الموازنات اللي نشهدها خلال الفتره المقبله، وبالتالي هذا سيلم على او ينعكس على موضوع الصرف في موازنات الدول بشكل عام. يمكن كل سوق كان ارتفاعه ممكن مختلف عن الاخر، نعم العامل المشترك قد يكون السوق النفطي، ولكن عوامل اخرى مهمه لكل سوق، السوق
سوق الامارات ابو ظبي يعني انتهج نموذج جديد يعني نعم تم ترجمته بدخول حكومي بشكل رئيسي في معظم الشركات المدرجه، وكذلك درجات جديده، وبالتالي صحيح. تغيير بعض الانشطه للشركات الموجوده، بل هذا لعب دور جدا مهم. فسوق دبي يمكن بقي على نفس النموذج اللي كان فيه، ولكن معطيات سوق دبي مرتبطه اليوم باحداث مهمه، منها نعم نعم وليد، اشكرك على كل هذه التوضيحات، اكيد الحديث يطول في هذا الموضوع، وانا اشكرك، انتهى وقتي استاذ وليد الخطيب المدير الشريف في جلوبال للتداول الاسهم والسندات، شكرا جزيلا لك.